فضايح العائلة المالكة في قطر ما بتنتهيش، بس فضايح العيلة دي كلها كوم، وفضيحة الشيخة سلوى بن جاسم دي كوم تاني خالص، لأن دي كانت فضيحة من العيار التقيل، قضية مخلة بالأداب العامة. في 2014 كل الصحف والمجلات ما كانش عندها خبر تكتبه عن القطريين إلا خبر واحد بس، وهو شاهد لحظة القبض على الشيخة سلوى بن جاسم وهي بتمارس الجنس مع 7 رجال في لندن. طبعاً القضية سمعت في العالم كله، وقطر بدأت تساوم فاينانشال تايمز ب50 مليون استرليني علشان يدفنوا الفضيحة دي وما يتنشرش عنها حاجة، والأميرة تنقل نشاطها المشين إلى باريس. الحكاية بدأت لما الشرطة البريطانية هجمت شقة من الشقق اللي كانوا عارفين ان فيها رجالة مشتبه فيهم، وكانت الشقة دي مخصصة للدعارة وصاحبتها واحدة ست اسمها الشيخة سلوى، واللي اكتشفوا بعد كده انها بنت رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في بريطانيا. الشرطة هجمت الشقة، وتحديدا بعد ما طلع واحد من المشتبه فيهم بحوالي 30 دقيقة، ولقوا فيها الشيخة سلوى وهي بتمارس الجنس الجماعي مع 7 من الرجالة الأوروبيين، 3 منهم كان معهم الجنسية البريطانية والباقيين كان معهم جنسيات مختلفة من دول أوروبا الشرقية. وكانت الشيخة أثناء المهاجمة بتمارس الجنس مع 3 منهم، والأربعة الباقيين كانوا منتظرين في البهو الخارجي ومن بينهم الرجل المشتبه فيه. الرجالة دول قالوا في التحقيقات إن الشيخة القطرية اتفقت معهم من خلال وسيط على إمدادها برجالة متخصصين في ممارسة الجنس الجماعي بطرق محددة، وأكدوا في التحقيقات اللي نشرتها فاينانشال تايمز إن الشيخة سلوى بتدي فلوس كتيرة جداً للرجالة اللي بيجوا الشقة دي، وطلبت من الوسيط في الليلة دي إنه يفضل موجود طول الوقت لأن لما مشي في الليلة اللي قبلها أساء معاملتها الرجالة اللي كانوا جايبهم ليها، وعلشان كده كانت مكلفة بإنه يفضل موجود معاها عشان يتدخل لو حد فيهم أساء معاملتها. وكشفت التحقيقات إن الشيخة سلوى أخدت شوية وقت قبل ما تبقى قادرة على الإجابة على أسئلة الشرطة، وأكدت لهم وقتها إنها ما عملتش كده مقابل المال، لأ دي هي اللي بتدفع، وحسب معرفتها بالقانون البريطاني فإن القانون ما بيمنعش كده. وفي الوقت اللي كانت الشرطة البريطانية بتمارس تحقيقاتها فيه كانوا متأكدين إن القضية هتنتهي على ما فيش، ما هي المتهمة مش أي حد برضو، دي الأميرة سلوى. وعشان كده اتصل فرد من أفراد الشرطة بصديق ليه فاينانشال تايمز، وما اكتفاش بإخباره بالقصة كاملة، لأ ده كمان زوده بصورة من الصور اللي لقيتها الشرطة البريطانية من الآيباد بتاع الشيخة سلوى، واللي كان الوسيط اللي بيجيب لها الرجالة هو اللي صورها بتكليف منها عشان يغري بها الرجالة اللي يجيبهم ليها. وطبقا للقانون البريطاني على طول اختاروا السفارة القطرية وما يقدروش يعملوا لها حاجة لان الشيخة سلوى تحمل جواز سفر دبلوماسي، وما كانتش الشرطة البريطانية تقدر تعمل لها اي حاجة اكتر من الاسئلة اللي سألوها لها خارج نطاق القانون، وده لان الشيخة متمتعة بالحصانات الدبلوماسية. لكن السفارة بقى ما اهتمتش غير بحاجة واحدة بس، وهو الصحفي البريطاني التابع لفاينانشال تايمز البريطانية اللي اتصل بيها عشان يسأل عن تداعيات القضية. وتفسير الأمر ده فضوء حالة حقوق الإنسان للمواطنين القطريين العاديين داخل قطر، لكن المسؤولين في السفارة القطرية نهروهم، واتصلوا أكتر من مرة بإدارة فاينانشال تايمز عشان يدفعوا فلوس للجريدة عشان ما ينشروش أي أخبار عن الموضوع ده، وعرضوا عليهم في النهاية 50 مليون جنيه استرليني تمن سقوطهم، لكن الجريدة البريطانية رفضت بالرغم من انهم في الوقت ده كانوا بيعانوا من ازمات مالية كتيرة. وبكده فضيحة القطريين كانت هي اول ما يرتبط بالاذهان وقت ما بيتقال تلك الدولة في لندن. اما الشيخة سلوى فقد خرجت من بريطانيا لتمارس عادتها المحببة لها في فرنسا، وكان بتاخد احتياطاتها عشان ما تتعرضش لفضيحة جديدة.